الباب الثالث، انظر إلى حسن التبويب والترتيب، السحر وأنواع السحر ومن هو الساحر وكيفية الإتيان وحكم الإتيان. هنا وقع السحر، فماذا نصنع؟ يعالج السحر النشرة، هي حل أي علاج السحر عن المسحور. قال على قسمين، حل بسحر وحل بغير السحر. الحل بالسحر مخالف، حل السحر بالسحر لا يمكن أن يكون، مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف والأئمة، تقوية للسحرة، تضعيف للتداوي القرآن. إذا قالوا لك عندنا علاج مضمون 100% وعلاج مضمون 1%، تأخذ العلاج المضمون 1%، صح؟ لا، تأخذ 100%. إذا العلاج المضمون 100% قرآن، كيف تترك اليقين وتذهب إلى المظنون؟ ثم الساحر الآن المعالج إيش يصنع لك؟ يصنع سحر جديد. فالمريض كان لديه سحر واحد وهذا زاده سحر على سحر، ثم المعالج الساحر الثاني لا يمكن أن يحل السحر عن المسحور حتى يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان. يعني ما يمكن يصنع لك علاج حتى تشرك بالله. ثم قدر الله عليك السحر، صبرت، ماذا لك؟ لك الجنة، صحيح. رجعت إلى السحر، شركك صلى الله عليه وسلم، وانت اختار لنفسك. العلاج الثاني، العلاج المشروع بالرقية الشرعية بشروطها الثلاثة، بالأدوية المباحة مثل شرب العسل أو الحجامة، بالدعاء. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر حتى تتعلم الأمة الصبر، مفهوم؟ طيب،